قالوا ما اسباب الخوف وانواعه؟ وهل هذا يؤثر على علاقة الانسان بالله من خلال الخوف من افعال الانسان والخوف من خطاياه؟ الخوف ده مهم، ولولا اهميته ما كانش سمح بها الله. واهم حاجة في الخوف نخاف الله نفسه. والمزمور بيقول بدء الحكمة او رأس الحكمة مخافة الله. لكن الخوف له انواع كثيرة، يعني في انسان بيخاف ان ربنا يخبطه في خطاياه ويموت وهو بخطاياه قبل ما يتوب، وفي انسان بيخاف من الموت لانه مش عارف مصيره بعد الموت، وفي انسان بيخاف من الظلم وده اسمه خوف من المجهول. يعني واحد من علماء النفس بيقول توجد الخوف ثلاث اسباب. قال الظلام والحركة المفاجئة والمجهول. من جنة الحقيقة الخوف كله بيكون مركز على المجهول. الواحد بيخاف من حاجة مجهول، حتى اللي بيخاف من الموت بيخاف من المجهول. المجهول يعني ما هو الموت وما مصيره بعد الموت، يعني مجهول. واللي بيخاف من الظلام بيخاف من المجهول، مش عارف الظلمة وراها ايه. واللي بيخاف من الحركة المفاجئة بيخاف من المجهول، معرفش ايه سببها. وفي انواع كثيرة من الخوف، بس المهم ان الانسان يستفيد من الخوف وما يكونش عن عدم ايمان، لان ساعات الانسان بيخاف من عدم ايمانه وشعوره بان ربنا مش معاه، عشان كده بيخاف. لكن داود النبي يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. ليه؟ لانك انت معي. يعني هم بيخافش لان شاعر ان ربنا معاه. بطرس الرسول هو لما المسيح مسك ايده ومشيه على الميه، اول ما لقى الامواج يطب خاف لا يموت. فالسيد المسيح قال له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ ساعات الخوف بيجي من قله الايمان. لو الواحد عنده ايمان قوي ما يخافش، يشعر ان ربنا موجود وربنا يعمل معه كل خير، ويشعر انه في حمايه الهي